بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة أخطار الإنترنت على الأسرة وعلاجها. العنوان ديال هذه الحلقة أبناؤنا ورمضان والصلاة والعبر المستخلصة من ذلك. فهذا الشيء كله اللي تنقولوه ماشي غادي نقول لك هاك واحد العصا ضربها ومن بعد ذلك هل وليدات ولاو شدوا الطريق ولاو تيقراوا الدروس ديالهم. لا 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 ماشي هكا. هذا ان المرض دابا كاين ولكن كينعالجوه خصنا نشوفوا ها الاسباب باش حيت نحيدوا هذيك الاسباب لان تقد تمشي عند الطبيب وفيك واحد الحبوب وغادي يعطيك واحد الدهنه غادي تدهنها غادي يمشي داك الحبوب ولكن عاود غادي يرجع الحبوب. علاش؟ لان ما مشيناش بحثنا على الاسباب ديال داك الحبوب. فحنا تنبحثوا على الاسباب ديال هاد المسائل هذه باش حيت نحاولوا نعالجوها ما غاديش تدخلنا من جهه اخرى ولا غادي تاثر. العنوان ديال هذه الحلقه ابناؤنا ورمضان والصلاه والعبر المستخلصه من ذلك. حيت نجيو لرمضان المغرب تيعطي الشكل ديال رمضان واحد ماشي الروح ديالو لا غير الشكل تيعطيه واحد القدسيه لا تتصور. حتى ان السكيريه في المغرب عندهم واحد الفقه ما كاين لا في المذاهب الاربعه ولا غيرها من المذاهب غير هما اللي داروه من خلال البيئه اللي تيعيشوا فيها. تيقول لك 40 يوم خصنا ما نشربوش الشراب وبالتالي تصيب هذوك المدمنين تيلتزم بهذا المبدا هذا وواحد شوال تيتزحموا على الكانتينه. هذا في رمضان حتى انه جمعيات في المغرب ناضوا اللي هما منحرفين ملحدين وكل شيء هذا الزنا والفاحشه والقارو والقرقوبي وكل شيء تيديروه وبغاو يديروا واحد القضيه داروا جمعيه وداك الشيء وتيناديو باظهار الافطار في نهار رمضان. رفضوا ليهم رغم انه تنصيبه بالنسبه لاركان الاسلام الركن الكبير وعمود الدين هو الصلاه. فهما ما تيصليوش كاع وتيودن المدن وجالسين في القهاوي وكل شيء ما قال لهم حتى واحد شي حاجه. ولكن الصيام عندنا في المغرب عاطين واحد القدسيه لا تتصور شكلا لان رمضان ماشي هكا اللي تنديرو في المغرب خصو يدوز ولكن شكلا. وحنايا في الاسر ديالنا وانتم اللي تتسمعوا كذلك حتى واحد ما شاف مع العلم انه مو راها حتى هي بحال العيالات تجيها العاده الشهريه واحد العدد ديال الايام في رمضان. عمرنا وعمركم حتى نتوما ما شفتوا مواتكم تياكلوا في نهار رمضان. امتى تياكل حتى تمشيو حنا عاد تياكلوا هما والله امرهم باش ياكلوا بمعنى ده حقهم الشرعي. ورغم ذلك باش ما يبينوش الوليدات بانه راه انتهكوا الحرمه ديال رمضان كان حتى ما تنكونوا حنايا عاد ياكلوا هما لان الشريعه الاسلاميه امرتهم باش ياكلوا وحرمات عليهم الصيام. وحتى المراه اللي مشات صامت وهي حايضه فلا يقبل لها صيام ولا يقبل لها صرف ولا عدل فيما يتعلق بالصيام. فهذا ده اجواء احنا درناها. هذيك الاجواء اللي درناها فرضات على حتى الوليدات تربوا على هذا الشيء. هذا حنايا في المدارس وحنا في الابتدائي ومازال ما نفروش عندنا الصيام كنا تنبغيو حيت شفنا الاجواء كلها بغينا نمشيو نساقوا مورا هذه الاجواء وبغينا حتى حنايا نصوموا الى درجه ان الوالدين ديالنا كانوا تيخليو لنا الماكله في الفطور في الصباح وهما راه نعسوا راه مازال ما غاديش ينوضوا لانه تسحروا باش غادي نوضوا حنايا وناكلوا. الا تنقولوا لهم قولوا لنا امتى نتوما كنتم تتنوضوا تنقول لا غادي تنوضوا تبعك القرايه وكذا كذا ما تنبغيوش نوضوهم. فاذا بيتي يسول امه بصدق امتى تتنوضوا تتقول ليه 3 الصباح تيعطي اوامر العقل اللاواعي تيقول ليه 3 الصباح تيخصك تنوض وتيمشيو هما البيت اخرى وتيسدوا عليهم باش ما يكون الصداع وينوضوا الاولاد. وتيجي الولد هذاك ولا البنت وتيحلوا الباب على والديهم وهما تيتحداو تيقول لهم واحنا نضنا بلا مقاله بلا سرسال بلا حتى شي حاجه. علاش؟ لانه ديك الاجواء اللي هما عايشه العائله بغاو حتى هما يعيشوها. داك الفطور المنفرد ما بغاوش. بالكثر من هذا الشيء هذا حنا في الابتدائي كنا تنعايروا هذاك اللي تنشوفوه جاي وجايب معاه الماكله في الميكا باش ياكلها وتنقول ليه اوكال رمضان احراق العظام ما نمشيش معاكم جهنم حداكم. فكل شيء كان نايض باش غادي ممنوع الافطار. هذه وحدها هو الاجواء تيخصنا نعيش ونديروا الاجواء في ديورنا في واقعنا وكل شيء. وبالتالي
حتى هذاك اللي تيكون تياكل ذاك الملحد ما يقدش ياكل علانية. ها هما دابا جمعيات بالإيداع القانوني ديالهم وداك الشيء، ورفضات الدولة بل إلا شدينا شي واحد تياكل نهار رمضان برا ما تنتسناوش حنا عاد نديوه للشرطة ولا نديوه للقضاء، تنسلخوه تمايا وعاد تنديوه للقضاء وتنتسناو اش غادي يقضي عليه القاضي، ولا حتى هو غادي يتهلك وتولي مضطر باش يعطي، حيت يكون عنده ما بين هكا وهكا، تعطي اقصى العقوبات في الشان ديال هذاك المساله بالنسبه لانتهاك حرمات شعائر الدين، وبالتالي عاد تيستراح هو، الا حتى ذاك القاضي راه مشى في الخطر. شوف الاجواء، نجيب المقابل الصلاه، حنا تنعرفوا بان الدري الصغير 7 سنين مازال ما بلغش، باقي خصو عاود 7 سنين اخرى عاد يبلغ. وسيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، وضربهم عليها لعاشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حنا بعدا في الدماغ ديالنا ما تيلصقنا الا واضربوهم، تنبقى هامل وهامل حتى 10 ساعات تنبغي نضرب، تيجيني مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يضرب خياركم. لهذا هذه الصلاه هذه اللي هي عماد الدين، وقالنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اقامها اقام الدين، ما قالهاش في صيام، ومن هدمها هدم الدين. اللي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب هو كتب واحد الرساله للعمال ديالو كلهم في هذوك المناطق كلها اللي تحت الرايه الاسلاميه، ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها احفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. الصلاه ضيعتيها صافي كل شيء مشى. فهذا هنا هذه الصلاه هو، حيت الوالدين ما عندهمش ذاك الشوق وذاك الحراره وذاك الشيء بحال الصيام، اشنو تيطرى؟ تيطرى انه تيقول ليه فلان، لان سمعت واحد الدرس وامر به الخطيب باش خصنا نامر وليداتنا وداك الشيء، جا عنده فلان وغادي نوضك للفجر باش نتصلي الفجر، تيقول ليه واخا، تيمشي لعنده وتيبقى يقول ليه سمير نوض سمير، تيقول ليه سمير نوض، حتى تيعيا تيقول هذا راه صافي ما بقى بيني، تيمشي حيت يتلاقاو في الغداء وتيقول ليه سمير فيقسك باش تنوض تصلي الصباح وما فقتيش، ما نوضتينيش وشحال تيكركب فيه؟ ما نوضوش، قال لي ما نوضنيش. شوف الصيام حيت كاينه الاجواء ما نحتاجوش لامرو، هما غادي ينساقوا مع الاجواء ومع البيئه، ما غادي ينساقوا الوليدات. وشوف هذيك حيت ما كاينش هاد الاجواء ديال الصلاه، حيت يتنوض ويشوفوا الوليدات بلا ما نقولوا لهم حنايا، يشوفوا الوليدات بحال داك الوليد اللي شاف باه والبرد القارس وما عندهم لا شوفوا ولا باش يشعل العافيه ولا والو، الماء بارد اللي هو بحال ديال الثلاجه، وشاف باه تيصلي اليوم وغدا وبعد غدا والنهار الاخر، داكشي تاثر وناض حتى هو وتوضا وجا صلى جنب باه، وحيت سلم باه قال يا وليدي راه ماشي الصباح هذا، هذا غير قيام الليل غير سير تنعس. قال لي لا 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 با انا بغيت نصلي معاه، قال لي لا انت لم تبلغي الحلم ولم يجري عليك القلم، بارك عليك غير الفريضه. قال لي لا 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 انا خفت من جهنم. قال لي يا وليدي باش غادي تخاف من جهنم؟ ما يمكنش انت باقي صغير. قال لي لا 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 ابا انا شت امي حتى تشعل العواد في الكانون في ذاك الفرنو ديال العواد اللي هو مصوب بالطين ولا مصوب بالقزدير، فتدير هذوك العواد الكبار ولكن تتشعل العافيه ما تتشعل ليهمش، وتتهز عويدات صغيورين اللي هما الفتيله وتتشعل فيهم العافيه هما اللي تعطيو للكبار. داكشي علاش انا با خفت عندك نكونوا حنايا ياك غدا يوم القيامه سيد ربي قال في جهنم وقودها الناس والحجاره، عندك نتوما ما تشعلوش حتى نكونوا حنايا اللي غادي تشد فينا العافيه باش نعطيكم نتوما. قال لي ملي فهمتي هادشي يا وليدي قال صلي معايا. فلان ما امرش الولد ديالو انه تقوم الليل، لا شاف باه وناض في اطار التقليد، لان الوليدات في هذاك 7 سنين لتحت كلها تيقلدوا، كميتي غادي يكمي بحالك، صليتي غادي يصلي بحالك، درتي العكار غادي دير بحالك، درتي المكياج غادي دير، لبستي القصير غادي دير، الجلسه غادي دير، كل شيء تيقلدوا الوليدات الوالدين ديالهم. الاجواء ما عندناش ديال الصلاه، الضو ما تيشعلش في الوقت ديال قبل الاذان، وتنعرف انا عائله اللي البو ديالهم تيودن قبل الاذان، بحال هذاك كاين الاذان الاول والاذان الثاني كما كاين في مكه المكرمه والمدينه المنوره، تيدير هو الاذان الاول ساعه ما بين الاذان الاول والثاني في وسط المراح، والولاد ديالو كلهم داك الشيء تيأذن، ومن بعد ذلك تيبقاو السطيلات ديال الماء سخون وهو تيسخن الماء وتيعطيه هاك انت هاك انت انت، كلهم فرحانين ونايضين على اساس فهموا ان الصلاه خير من النوم. هاد الاجواء ما دايريناش حنايا،
وبالتالي احنا صبنا مشكل مع الوليدات باش يصليو، وما صبناش معاهم مشكل في الصيام، بل تنقولوا لهم ما تصوموش، وتقول لك لا نصومو، وتنقول لهم نرقعوا لكم النهار، ندير لكم السنهار وكذا كذا، لان بغاو يمشي مع الاجواء. فلهذا اش من جو عندك انت الاب وانت الام في الدار ديالك؟ واش الجو ديال اللي تيهيج ديال هادشي ديال الانترنيت، ولا الجو ديال العباده، ولا الجو ديال القرايه؟ كاين عائلات اللي هما عندهم الجو ديال القرايه، الرجل دكتور، المراه دكتوره، كل شيء سميتو الوليدات تيقراو، معناها الشهاده. كاين اللي تصيب العائله عاطينا غير الماكله، ويهضروا على الماكله، ويهضروا على الطرز، ويهضروا على الطياب، ويهضروا على هذا الشيء اللي كاين. البيئه، اش من بيئه فاش مربي ولدك ومربي بنتك؟ وما تطلبنيش باش غادي انا نعطيك انا شي مثال، ولا نقول لك شي حاجه، ولا داك، وانت البيئه ما مهيئهاش، خصك تهيئ البيئه. لهذا ناخذ العبره من رمضان ومن الصلاه. شوف رمضان كيفاش درنا ليه، وشوف كيفاش يولي. واش الجوامع ما تتصيبش بلاصتك؟ الناس يوليو توصلوا في الزنقه الا ما مشيتيش بكري، ما تصيبش بلاصتك. في حين ان بعد رمضان ما كاينش الاجواء، صافي كل واحد عادت حالمه الى عادتها القديمه. هكذا يجب ان تكون الاسر ديالنا، علينا ان نهيئ الاجواء قبل ما نقول. انا بالنسبه لي كان معايا حفيد في هذه المده ديال الكورونا، شداته هنايا، وبالتالي ما غاديش يمشي لسميتو، قالوا غادي نديروا الدراسه عن بعد. فبالنسبه للتلفازه عندي هذه فايته سنوات، لا تستعمل التلفازه في جميع القنوات، واخا ما نعرف اش يديروا هذوك مالين القنوات، تسدوها تزيد في رمضان، ومن بعد ذلك تبداو القنوات يعاودوا هذوك البرامج، تعاود. فلهذا هنايا وهذاك الحفيد غير مجرد ما جا نهار العيد، غدا غدا قالوا غدا راه العيد، قال لك ودابا نطلقوا التلفازه صافي مزيان، لان الاجواء انت اللي تتفرضها. فالاجواء شي مره انا غادي في التجافي بالنسبه ل سميتو في فرنسا من بلاد لبلاد، لان المسافه بعيده، وحيت جلس واحد الهيبي وبقيت جالس هكا تنشوف كل شيء، هز البيسي ديالو اللي هز الكتاب ديالو تيقرا كل شيء الاجواء. هذاك شنو دار؟ هز واحد الفلتر وهز واحد النيفرو باش غادي يفسخ واحد سميتو شي جوان ولا شي حاجه، وقلت هذا غادي يضربها بشي كميه غادي يدوخني انا. فمشى للطواليت ورجع وهز واحد الكتاب قدو قد هكا وبدا تيقرا كل شيء الاجواء. تتقرا حنا حيت دخل التران ولا الطاكسي ولا الكار ولا شي حاجه، تصيب كل شيء ناعس طايح ريوغو، ومول الكار عطيها لك للشيخات، وعطيها لك للزيح والرديح، وعطيها لك للعيطات. معنى الاجواء خصنا حنا نهيئوا هذه الاجواء هذه. فلهذا حنا تنتكلموا على الاسر، وقلنا الاخطار ديال الانترنت على الاسره وعلاجها. العلاج في يديك انت الاب، والعلاج في يديك انت الام. ما تقولش لولدك وما تقولش لبنتك لا هادي ولا ما ديرش هادي، وانت ما دايرهاش. خصك انت الاجواء، غير دير الاجواء وصافي. ونبينا عليه السلام وغادي تغير الاحوال. طلب الله عز وجل يرزقنا الحكمه وفصل الخطاب، والسلام عليكم ورحمه الله.